الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد متابعي الكرام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فترة الحجر المنزلي هي في الحقيقة فترة صعبة وشاقة ولكنها ممتعة. وهي فترة اختبار حقيقي لي ولكم. في هذه الايام يستطيع الواحد منا ان يختبر نفسه في العديد من الجوانب، بل وضعنا في دورة او في برنامج او في كورس او فصل ليس باختيارنا انما اضطرارا، ولكنه اعطانا مؤشرات لما نحن عليه من مؤهلات وقدرات. فترة الحجر المنزلي بينت لنا مدى قدرة الواحد منا على الانصات. في كثير من الأحيان تأتي الزوجة أو الأبناء يريدون منك الإنصات، يريدون منك الاستماع لحديثهم ولكلامهم، فلا يجدون منك هذا الوقت فتتعذر بالعمل والدوام والاجتماعات، تتعذر بانشغالك، تتعذر بإرهاقك، لكن هذه الأيام ميسورة، واعلم وفقك الله أن الإنصات كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينصت صلى الله عليه وسلم استمع للمشركين وهم يتحدثون، واستمع لحججهم، واستمع للمجادله التي تجادل في زوجها، وكذلك استمع صلى الله عليه وسلم لحديث الصحابه وهم يتكلمون عن ايام الجاهليه، فالانصات من الصفات الجميله، فهل تخلقت بها؟ هل اديتها كما ينبغي في هذه الايام؟ هذا مؤشر تستطيع من خلاله ان تعرف مدى قدرتك على الانصات، هل انصت لزوجك؟ انصت للخادم؟ انصت للابناء؟ فهذه احد المؤشرات او احد الاختبارات التي تعرضنا لها في هذه الايام. كذلك من الامور التي اختبرنا فيها انفسنا مدى قدرتنا على النقاش وفتح الحوار، فبعض الناس ربما يكون في العمل او في المجلس فيستطيع ان يتحدث بما شاء. وكيف ما شاء لانه يتحدث عن المال والاستثمار ويتحدث عن الاقتصاد او بعض الناس من اصحاب المجالس يتحدث في السياسه وعن الحقوق والواجبات وبعضهم ربما يتكلم عن الامور السياسيه او عن الامور الدينيه ولكن انت في بيتك هل تستطيع ان تنتقي مواضيع تناسب الابناء والاطفال تناسب الزوجه قدرتك على ان تتحدث مع ابنك في فترات وجيزه في ايام غير الحجر كانت ميسوره لانك ببساطه تساله كيف الدراسه كيف الواجبات اقم صلاتك حافظ على واجباتك ادي كذا ولكن في هذه الايام الوقت طويل وتحتاج الى مواضيع طويله ومواضيع جميله حتى يطول الحديث فيها فهل يستطيع الواحد فينا ان ينتقل المواضيع وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع اصحابه ويتحدثون معه ويفتح الموضوع او يكون بما يناسب هذا الشاب او هذه الشابه بما يناسب هذا الرجل او الاعرابي بما يناسب الذي للتو دخل في الاسلام او يناسب ممن يريد الترقي والعروج لان يكون في مقام الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين نعم قدرتك للحديث مع ابنائك الصغار الذين ربما يريدون الحديث عن اللعب وعن الالعاب وعن الاجازات، الم تسمع قصه النبي صلى الله عليه وسلم مع ابا عمير او مع ابي عمير؟ ما قال له صلى الله عليه وسلم كم تحفظ من القران؟ ولا قال له هل تصلي ام لا تصلي؟ قال يا ابا عمير ما فعل النقير؟ يساله عن الطير الذي هو منشغل به. هل نستطيع ان نقوم بهذا الامر مع الاطفال؟ ان يحبوا الحديث معنا وان يفتحوا المواضيع او نفتحها لهم فنتحدث مرارا وتكرارا. لمدة طويلة وبعدها نوصل الرسالة هل تستطيع ان تقوم بمثل هذا الامر مع بناتك مع زوجك وبالمناسبة بعض الناس في الجلسات العائلية حينما يجتمع الابناء والبنات حينما يجتمع الاخوة والاخوان فإنه لا يبرح الا ان يقول فلان احضر لي الماء فلانة احضري القهوة الجلسات العائلية ليست وقت لكثرة الاوامر والطلبات في الحقيقة يعاني الخادم وتعاني الخادمه ايما معاناه حينما تكثر الطلبات، وهم انما يقومون بهذا الامر للخدمه والاجر. فكيف بالابناء؟ يفوتهم وقت اللعب والمزاح، تفوتهم الطرفه والنكته، وانما اجتمعوا لتكون الجلسه لطيفه، هينه، رقيقه، يريدون ان يجتمعوا ليستانس بعضهم ببعض، فاذا ما جاء فيها الاوامر والنواهي ذهبت هذه الامور، فهذا مؤشر لك رعاك الله. أو هي رسالة في الجلسات العائلية لا تكثر التوجيهات ولا تكثر الطلبات بل خذ ما هو موجود وتغافل عن ما ليس موجود فهذا أيضا مؤشر من المؤشرات كذلك من الأمور التي يستطيع الشخص أن يقوم بها وهو في بيته في فترة الحجر المنزلي في فترة هذا الوباء الذي عم وانتشر مسألة التكليف بواجبات منزلية تقول امنا عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في حاجه اهله، وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله بنفسه، ويقوم بحاجته، بل كان الاسلام في البدايه حينما ياتي احدهم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الدخول فيه، كان من ضمن ما يقوله: وان لا يسال الناس شيئا. انت اليوم في بيتك تستطيع ان تقوم بكثير من الامور بنفسك، وهذه الامور ستعينك على امرين. أولاً أنك تبتعد عن المشاكل، فلن تختلق مشكلة ولن تصنع كارثة، إنما ستنشغل بما هو خير لك، وسيكون للوقت متعة، لأن وقت الفراغ إذا طال فإن الناس بطبيعتها يصيبها الضجر والملل، فلا بد من شيء من التكاليف حتى يشعر الإنسان أن هذا اليوم يمضي مع وجود شيء من الإنجاز، فكلف الأبناء مثلاً على التنظيف في غرفهم. أو على ترتيب أسرتهم، كذلك كلفهم بقراءة كتاب أو أن تصلوا جماعة، هذا يقيم الصلاة وهذا يؤم، وهذا يعد السجاد، وهذا بعد الصلاة كلمة أو موعظة يقولها، نعم ربما تكون هنا البداية، وبعدها تراه على المنابر، علمه أن يتكلم في الاقتصاد ربما أو في الأحياء، أو أن يتكلم عن لعبة هو يحب أن يلعبها، كيف وصل إلى هذا المستوى؟ الإنسان الموفق هو الذي يستطيع ان يبتكر الفرص وان يجعل الابناء ان يقوموا ببعض المهام حتى لا يتربى هذا الابن ويكون اتكاليا لا يعلم او لا يعرف كيف يطهو، كيف ينظف، كيف يعد مكانه، كيف يعد حقيبته، كيف ينظم غرفته، كيف يكون مرتبا منظما، كيف يستطيع ان يجد حاجياته او اغراضه لانه اعتاد على التبعثر او اعتاد على العشوائيه وعدم الترتيب ففي هذه الايام فرصة أن نكلف الأبناء ببعض المهام وأن نكون نحن شركاء معهم نقوم ببعض الالتزامات المنزلية، تغيير الإضاءة، إصلاح بعض الأخطاء الحنفيات أو غيرها، وكذلك نشارك معهم في إقامة الصلاة، في قراءة كتاب، كذلك من الذكاء الاجتماعي أو من القوة العقلية للآباء والأمهات أن يستطيعوا أن يبتكروا الفرص، فربما كلهم يذهب إلى الطعام ليأكل ولكن الذي يذهب أولا له نقطة الذي يساعد والدته في وضع الصحون له نقطة الذي يكمل الصحن له نقطة الذي يقول بسم الله له نقطة الذي يقول الحمد لله له نقطة وبذلك يكون مجرى حياتهم اليومية هو عبارة عن منافسة وعن سباق الذي سينبه للصلاة أيضا له نقطة الذي سيقوم إلى الغرفة النوم أو إلى فراشه من دون أن يأمره أحد كذلك له نقطة وبذلك ستجدهم يتسابقون ويتنافسون حتى يحصلوا على عدد نقاط اكبر، والاب الموفق هو الذي لا يبخل على ابنائه بترتيب وتنظيم بهدايا واعداد وترتيب مهما استطاع او مهما وجد فانه يحفزهم بالمال وبالهديه وبالكلام المعنوي، بل بعض الابناء يطمع من والده كلمه طيبه، بارك الله فيك. أنت فلان ونعم، أنت يا بنتي مبروكة، الله يحفظك ويصلحك ويهديك. يريد الأبناء من الآباء كلمة طيبة، لمسة حانية، وهدية جيدة. كذلك من المؤشرات التي يستطيع الإنسان أن يقيس فيها مدى قربه من الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس، وبوب البخاري في صحيحه قال: باب الانبساط إلى الناس. هل تستطيع في هذه الأيام أن تنبسط مع أبنائك وبناتك؟ فتلعب معهم وتمازحهم وتضحك معهم لعلك تقول كل ما تحدثنا عنه انما هو في دائرة الأمور الاجتماعية حديث ولعب وتقرب وود ومحبة اعلم وفقك الله ان هذه الامور اذا تيسرت واجتمعت وبنيت كانت هي الميسرة لك على ان تغرس الرسائل وان تضع العلوم وأن تضع المهارات، وأن توجه العقول، وتغرس الفكر، ومن دونها فإن بينك وبين هؤلاء الأبناء حواجز. وانتشرت طرفة أن بعضهم يقول إن أبنائي لا يريدون أن ألعب معهم، كأنهم لا يحبون وجوده، ولكن هذا مؤشر. إذا لم تستطع أن تلعب مع الأبناء أو لم يحبوا منك أن تكون ضمن اللعبة. هذا يعطيك مؤشر أن هناك حاجز، هناك خلل. هناك مشكلة تحتاج إلى علاج والفجوة بين الأبناء والآباء لا تكون مباشرة إنما هو ابتعاد يسير ثم ابتعاد, ثم ابتعاد ثم ابتعاد ثم ابتعاد ثم يصعب الاقتراب يكون الشاب أو الطفل قد تربى في طفولته بعيداً عن والديه بعيد حقيقة أو بعداً عاطفياً ثم يكون شاباً وكذلك يكون فإذا بلغ واكتمل نموه فانه لا يستطيع ان يفتح قلبه لوالديه او ان يتحدث معهم او ان يستشيرهم لانهم كانوا بعيدين عنه فتره طوال حياته. فتره الحجر المنزلي نعم فتره شاقه وصعبه ولكن فيها من الدرر والفوائز والكنوز من الكثير 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 والموفق من اعانه الله ففي كل محنه منحه ففي كل محنه منحه نستطيع ان نستخلصها وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم دمتم في طاعه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته